ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، طبعا بالفقرة اللي أنا بعتبرها من أحلى الفقرات اللي في البرنامج، الفقرة اللي بتعتني بصحتنا وبنقدر فيها نعرف أي حاجة مضرة ممكن إحنا بنعملها بحياتنا وإزاي نعالجها. الفقرة دي طبعا هتكون مع دكتور سارة زادة، هنتكلم فيها عن دهون البطن، وده الموضوع اللي شاغل طبعا الكتير عن موضوع إزاي بتراكم الدهون حوالين منطقة البطن والخصر، وإزاي ممكن نعالج الموضوع ده أو نبتعد عن بعض الأشياء اللي بتسببه أكتر. كل المعلومات دي هنعرفها أكتر مع ضيفتنا دكتور سارة زادة، أخصائية طبعا التغذية العلاجية، وطبعا هي من أحد أعضاء فريق أون تارجت فارما اللي ممكن تتواصلوا طبعا معاهم وترد عليكم وتتابع الحالة بتاعتكم. برحب بيك دكتور سارة، نورتينا النهاردة في الحلقة، وأكيد هنستفيد كتير إن شاء الله جدا من المعلومات اللي عند حضرتك. إن شاء الله. إيه أخبارك؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. طيب أنا هسألك دلوقتي، إيه الأسباب اللي بتخلي يبقى عندنا تراكم للدهون في منطقة البطن؟ ليه بتحصل دايما تلاقي بالعامي الكرش؟ ليه بيحصل عندنا كرش ودهون متراكمة في منطقة البطن؟ وانت هتشرحي لنا اكتر بقى ازاي بيحصل الموضوع ده. هو الكرش طبعا هي مشكلة عند الراجل وعند الست، حتى لو قلنا ان هي مشكلة يعني شكلية او جمالية والناس بتاخدها من المحمل ده، لا هي مشكلة كمان صحية. اوكي تمام. فمشكله الكرش او تكون الدهون حوالين البطن بقى، اللي هو يعني سواء بقى كان شكل الكرش ده كده او واخد زي ما قلت لك كده العوامه دي بتبقى ليها اسباب كتير قوي. اول حاجه ممكن يكون عامل وراثي. اوكي تمام. ممكن تكون العيله كلها الهيستوري بتاعها عندهم الدهون بتتكدس هنا، لما بيحصل سمنه بيكون عند بتبقى منطقه العيله الكرش. اغلبها عندها السمنه بطن، في ناس بتقولها بطن البطن بس، يعني هي لما بتتخن قوي خلاص بنقول عليها كرش بقى. وفي عامل تاني اللي هو مثلا البادي شيب نفسه، في ناس هي مخلوقه ان الدهون تتجمع في المكان ده. تمام تمام. تمام. في عوامل بقى اللي هي الخارجيه بقى، اللي هو الاكل المش صحي، قله الحركه، الهرمونات ليها دخل برضو في الموضوع، ودي برضو اللي بتختلف ما بين الراجل والست. تمام. الاكل غير صحي بقى، قيسي بقى كل حاجه حقيقي الناس بتاكلها. تمام. تندرج كلها تحت الاكل الغير صحي. وزي ما قلنا برضو الرياضه، الناس مش بتمارس الرياضه، قله الحركه، اغلب الناس شغلها دلوقتي بيبقوا قاعدين، كله مكتب، كله كمبيوتر، محدش بيتحرك زي زمان، كله عربيه، كله اسانسير، محدش بيطلع، فقله الحركه طبعا يعني وارد. يعني هو اللي بيحصل انه كل واحد حسب طبيعه جسمه فين، عاده ربنا خلقنا دايما بطبيعه جسم فين بقى، لما بنبدا نتخن ويزيد وزننا فين بالزبط. ممكن بقى الدهون دي تتراكم. ففي ناس طبيعه جسمها وعوامل وراثيه بتخلي يبقى عندها الشكل بتاعها انه عندها البطن وممكن حوالين الخصر كمان في المناطق انا دي. مسميها العوامه. العوامه دي اللي هي العوامه اللي تلاقوا دايما. العوامات دي بصراحه صعبه. ايوه. طيب انا هسالك بقى سؤال، طب في فرق ما بين البطن عند الراجل او الكرش يعني عند الراجل وعند الست؟ هل مثلا كمان في حد منهم بيطلع له البطن اكتر من التاني؟ ايه الاخبار بقى في الموضوع ده؟ هو جينيا الست يعني عندها استعداد اكتر ان هي تكون الدهون عشان أوكي. الهرمونات الانثويه وكده. تمام. أوكي. بس الراجل طبعا برضو بتزيد عنده الدهون بقى، يعني الراجل بقى نقيس عليه بقى غير الهرمونات، الاكل بقى الغير صحي، قله الحركه، دي بتكدس الدهون عند الراجل. بس العامل المشترك ما بين الاثنين عندك الاسترس، ده بيزود الدهون عشان احنا قلنا ارتفاع الكورتيزول بيزود الدهون في منطقه البطن من تحت. تمام. الاكل الغير صحي، انا اسميها ايه، النقنقه. اوكي. تمام. وجبه بالليل، اوكي، لو انا ما باكلش طول اليوم انا فاكره كده كويس، واجي بالليل اقوم واكل اي حاجه، وده اغلب الرجاله بتعملها. يعني طول كوني اليوم انا طول اليوم مش باكل، فاكر ان هو كده اني تمام، انا كده تمام، انا يبقى مجوع بالليل نفسي طول اليوم، ياكل بقى، ياكل الوجبه الدسمه بقى. تمام. اوكي. الفاست فود، الناس الناس اغلب وقتها مش مهتميه قوي بموضوع ان انا هاكل اكل صحي عشان هياخد مني وقت، طب هجيبه منين؟ فالفاست فود برضو بيخلي الناس تزيد معاها الدهون. بالنسبه بقى للستات زي ما احنا قلنا، الموضوع برضو داخل فيه العامل الانثوي اكتر، هرمون الهرمونات عند الستات بتبقى مخليه جسم الست قابل ان هو يزود الدهون. طب هو سؤال، هو المرحله السنيه او العمر وطبعاً بيفرق في شكل الجسم وتراكم الدهون في منطقه البطن؟ طبعا، لان احنا كل ما تقدمنا في العمر خصوصا من بعد الثلاثينات عمليه الايض عندنا اصلا نفسها بتبقى قليله. الايض اللي هو الحرق، اللي هو عشان اللي كمان هو ايه نسهلها على فبيخلي الحرق. الناس بيخلي الناس مع قله الحركه طبعا، وما عندناش احنا برضو الثقافه بتاعت ان انا ادي كل يوم وقت للرياضه. أوكي. فبيخلي الناس تكون الدهون حوالين البطن. طب هو بعض العادات اللي بيتحكى عنها، مثلا موضوع عدة فتره كان يتقال كتير مثلا ان انت لو شربتي ميه ساقعه
بيخلي عندك بطن. الحاجات دي هل هي اشاعات ولا هي حقيقه ولا هي ايه؟ شربتي ميه ساقعه قوي ده بيخلي بطن تتراكم فيها الدهون اكتر، ولا دي مجرد بقى حاجات بقى بيطلعوا فيها الناس كده؟ لا هي دي هبدايه تقريبا مش هبدايه. لا هي فكره ميه ساقعه، ميه سخنه، ميه فاتره، ده ليه علاقه بالتاثير الحراري لحاجات معينه على من الاغذيه على الجسم. مثلا هنتكلم في حته الميه بالذات، انا من الناس اللي بفضل الميه العاديه الفاتره. طب الميه سخنه في الحاله دي انا مثلا لو هو بيتاخد علشان يقضي على الدهون عموما، بيعمل ايه طيب في مرحله بقى لما بقى عندي دهون في منطقه البطن؟ ازاي بيساعد على اني انا اتخلص من الدهون اللي متراكمه عندي في البطن؟ انا بعتبر كورس الانسيليوم ده هو يعني الحجر اللي بضرب بيه كذا عصفوره، يعني مش انا باخده مش لحاجه معينه، هو كده كده انا باخده عشان اخس، او لما بتيجي حاله بتاخد الكورس كله بتاخده عشان تخس. لكن هي لو احنا بصينا للتفاصيل نفسها بتاعت كورس الانسيليوم، هتلاقي اول حاجه ان هو بيخلصني من الدهون لانها بتمتص وبتنزل عن طريق الاخراجات او الفضلات. تاني حاجه كورس الانسيليوم لما باخده بيديني احساس بالشبع، فبالنسبه للناس اللي هي عماله على بطال فاتحه بقها ما بتقفلوش دي، كورس الانسيليوم مفيد جدا في حاله زي كده، ان هو بيديك احساس بالشبع لفتره طويله. غير ان قشور الانسيليوم نفسها بتبقى شغاله على ايه؟ اول حاجه عندك قشور الانسيليوم بغير احساس الشبع بتديكي احساس بالامتلاء، يعني مش بتاثر بس على هرمون الجوع والشبع، بالامتلاء كمان، فانت حاسه ان انت تمام انا مش محتاجه اكل اكتر من كده. شرب الميه مع الانسيليوم مفيد جدا في حالتين، اول حاجه ان هو بيخلي ماده السيليوم هاسك تشتغل جوه المعده، وفي نفس الوقت انا بفيد جسمي بالميه اللي انا بشربها كل شويه. بس هو لازم يكون متابع معاكم، لازم تكونوا مدينه النظام الغذائي اللي هو يقدر يمشي عليه حتى ياخد الكورس ويدي مفعول، يعني ما يعملش مثلا الحركه اللي قلتي عليها قاعد طول اليوم من غير اكل ويجي بقى بالليل بس ياخد الكورس وياكل. ده لا طبعا، كل حاله بيبقى ليها نظام اكل معين، ده بيبقى بناء على الحاله دي والسن والمقاسات اللي احنا بناخدها، الطول، الوزن الحالي، وكل حاله بيبقى لها نظام غذائي معين، ده عن طريق او من خلال فريق المتابعه على صفحه اناسيليوم او اون تارجت. وطبعا في دكاتره كتير بيردوا وبيتابعوا اسبوعيا، عشان كل جسم الدايت بتاعه مختلف، والجسم نفسه الواحد كل اسبوع بنغير الدايت بتاعه. تمام. فلازم تبقى حميه غذائيه، لان ممكن حد يقول لي ايه، طب انا هاخد اناسيليوم واكل اللي انا عايزه، ممكن ياكل حاجه قليله بس يدخل سعرات هو مش محتاجها. فاحنا بنتابع باكل صحي جنب كورس الانسيليوم. دلوقتي اهو ظاهر معانا على الشاشه صفحات اون تارجت فارم على الفيسبوك، وعندي كمان على الانستجرام الصفحه بتاعت اناسيليوم على الانستجرام ورقم الواتساب فارما. طبعا ممكن عن طريق الصفحات دي تتواصلوا مع الدكاتره الموجودين اللي بيتابعوا معاكم الحاله، وارقام التليفونات الظاهره اللي عن طريقها طبعا كمان هيكملوا معاكم المتابعه ويدوكم النظام الغذائي المناسب للحاله بتاعتكم. بالظبط كده. ايوه اهو معانا تليفون من استاذ كريم. الو الو استاذ كريم، ازاي الصحه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ ان شاء الله تمام. تمام والله زي الفل. الله يخليك. معاك استاذه ساره. دكتوره ساره. دكتوره ساره. دكتوره ساره. الو الو. معلش الصوت مش واضح. معلش انا. ايوه كده تمام كده تمام. اهو دكتور ساره معاك. ايه الاخبار؟ تمام والله زي الفل. تمام. احكي لي كده عن تجربتك كده، مبسوط وعملت ايه؟ والله تمام، يعني المفروض ان انا كنت عايز اخس 310، وبعدين ببص على التلفزيون وبتاع، والدكتوره نهال كانت موجوده على التلفزيون بالصدفه، يعني فقررت ان انا قلت اتكلم كده، قمت بعت مسج على الماسنجر وتمام، يعني واتواصلوا معايا على طول بصراحه انا على طول يعني. طب احكي لي كده عن تجربتك مع الانسيليوم، حاسس ان هو فرق معاك في حياتك؟ حاسس ان هو فرق معاك في احساسك لو انت كنت بتاكل كتير برضو اداك احساس بالشبع؟ فرق معاك في حاجه في اللايف ستايل بتاعتك؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، اكيد. يعني كنت الاول بحس ان انا مثلا عايز اكل او بتاع او كده، ابتديت ان انا احس ان انا لا انا ممكن اقلل الكميه يعني. وحتى دلوقتي لما انا مثلا لو انا ما باخدش الانسيليوم بس لا يعني اللي انا اللي هو يعني خلاني اقدر اتحكم في نفسي دلوقتي، يعني اللي هو مش محتاج، ممكن ما اخدش دواء دلوقتي، فاهماني؟ يعني بعد مثلا ما نزلت ال 20 كيلو دول ممكن استحمل ال 10 التانيين من غير ما اخد حاجه يعني. طب واخبارك ايه مع المتابعه؟ كنت ملتزم ولا مش والله ملتزم؟ دكتورة، لا دكتوره هبه بصراحه كانت تمام، يعني على طول على الواتس ببعت اللي انا عايزه وهي تتواصل على طول معايا، مفيش اي مشكله خالص. يعني كنت ببعت لها الوزن وببعت لها الكلام كل حاجه بصراحه. طيب معلش انا عندي سؤال ليك،
هو ممكن اسالك انت ازاي قدرت توصل لمنتج يعني اناسيليوم، وازاي تواصلت مع الفريق الطبي؟ يعني انا عايزه اعرف من البدايه انت ايه يعني ايه اللي خلاك انا تقدر اصلا كنت تتواصل معاهم وتعرف عن المنتج ده يعني تبدا تلتزم اقول بيه؟ لحضرتك انا اصلا كنت عادي، كنت بخس بعد ما اتجوزت يعني، كنت زدت شويه طبعا كتير يعني، ما وصلتش الوزن ده كده 22 قبل كده يعني، وبعدين خسيت وبطل وكده. انا على طول اصلا بتمرن في الجيم يعني، على طول بخس وبطل بخس وبطل، ده طبيعي. بس جيت بقى فتره بقى خلاص اللي هو سيرت على 110، مش عارف اصلا انزل على 110 يعني. هو حضرتك معلش فكرني تاني، كان طول حضرتك كام؟ 180 كام؟ طول 82. 180 اوكي، بس. وزنه كان 110 لما بدأ ان هو لما بدأت 110 بقى. لا انا قبل كده، قبل ساعه ما اتجوزت من حوالي 7 سنين، كنت 120 وخسيت عادي اوكي. وخسيت وخسيت كده فانت دايما دايما عندك الحاله دي اللي هي وزنك بيطلع وينزل، يعني عايش ما دايما دي المعاناه دي. بصي، لا هو مواسم يعني، يعني عارفه اللي هو حسب يعني، حسب المود يعني. مثلا عايز بس انت بقى اصلا سنين، لا ممكن مثلا ان انا بنزل الجيم اصلا، مواظب على الجيم يعني، انا على طول تراني. فلا اللي هو ممكن اخس وبطل اخس وبطل. بس جيت بقى على الفتره اللي هي بتاعت 110 دي، لا يعني حاولت في رمضان ان انا اخس يعني. جيت في رمضان مثلا من سنتين خسيت حوالي 9 كيلو في رمضان بس. بس جيت بقى حلويات انا يا كريم، طبعا حلويات دي حلويات طبعا. فجيت حلويات طبعا وعزايم. اكيد برفض المانجا بقى ونوتيلا وحاجات كده يعني. بس كده بعد كده في رمضان اللي هو اللي فات، قلت اعمل زي اللي قبل كده، بس ما عرفتش يعني. كنت ماشي على نظام بس برضه لا، لقيت نفسي ان انا ما فانت ثابت مش انت عارف. يعني فانت بقى انا عايزه اعرف بقى امتى بدات بالنظام ده؟ بدات بالكورس بتاع اناسيليوم؟ من شهرين بالظبط، من شهر يعني، 7 8 بالظبط. فبفتح التلفزيون عادي، بتفرج على بتاعت الدكتوره نال موجوده، وعلى على قناه ما يعني، وبالصدفه فقلت اجرب يعني، مجرد يعني ان انا انت قلت عن طريق اجرب بس. التلفزيون في برنامج شفت دكتور نيهال وقلتش وشفتها ان انا، بتتكلم عن هعمل اناسيليوم؟ حاجه ولا اخد كورس ولا قلت حاجه، انا قلت بس ان انا ايه يعني، مثلا هتواصل معاهم اشوف مثلا الدنيا ايه، اوكي. فاهماني حضرتك؟ بس فلا فعلا اتواصلت وعجبني الكلام، تمام ماشي. طب هل بناء على زيادة وزنك، هل كنت من الناس اللي بتعاني من البطن، من الدهون في منطقة البطن؟ لا 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 لا، انا مشكلتي كلها في الجزء اللي تحت اوكي. بطني عادي، ما عنديش كرش ابدا، طول حياتي ما عنديش كرش عادي. لا لا انت كان مشكلتي في جسمك الجزء اللي هو بيملى بالكامل. بيملى عادي كله، بس المشكله بتبقى في الجزء اللي تحت اللي هو عادي. ممكن تبقى لابس القميص، بس ممكن اخر الزرار هو اللي يضايقك يعني. بتاع اللي هو الشهيه يعني، دكتور هبه قالت لي انت محتاج شهيه اللي هو بتاع بتاع الشهيه دلوقتي. قلت لها لا يعني، انا تمام على بحكم في نفسي يعني، انا مثلا فاضل لي 10 كيلو على المثال، انا هو مثلا 80، فلا انت تقدر تحكم في نفسك. قلت لها طبعا عادي مش مشكله خلاص، فلو هو ممكن اواظب على حرق الدهون بس في ال 10 كيلو التانيين دول. انا عايزه اسال كريم بس سؤال. كريم انت اللي خلاك تاخد القرار ان انت تنزل وزنك، كنت بتعمل ده علشان شكلك بس ولا حاجه صحيه؟ يعني انت حسيت معايا ان السن، لا انا بقى انا طول عمري نفسي ابقى شكلي حلو يعني، هو حتى لو انا بطل وبخس بطل وبخس، فانا انا بحب ان انا ابقى شكلي يبقى حلو. بس اجي اتخن بقى مثلا مع الشغل مع الكلام ده كله، ممكن انسى نفسي فتلاقيني ايه زدت، او فتره مع او فتره مثلا بطلت فيها الجيم فزدت. دايما لما ببطل جيم بزيد وبرجع احنا بنتابع نظام غذائي ونظام رياضي كمان. ده اكيد اكيد في اكيد. بس انا بقالي على فكره، حتى برضه لو يعني برضه اللي مش عايز يعني، مثلا لو هو مش هياخد تاني مجهود في الرياضه، لا هتحس برضه، لان انا بقالي مثلا اسبوع يعني، بقالي اسبوعين كنت 85 قبل اسبوعين، لا دلوقتي انا 90 من غير ما اعمل رياضه. كان عندي فتره الاسبوع اللي قبل فات كان والدي لسه متوفي، فما عرفتش اتمرن. فده يعني ممكن هو يحس من غير ما اصلا مجهود يعني عادي يعني، هو مثلا لو اصلا كده كده حرق دهون كده كده الدواء بيحرق دهون. طيب معلش استاذ كريم، انت كنصيحة بتقولها لأي حد عمال بيشوفك دلوقتي وبيسمع القصة بتاعتك، ايه اللي ممكن تنصحه لحد انت زميلك او حد عمال بيتابعنا دلوقتي، حد مثلا دلوقتي بيعاني من التخن او زيادة الوزن زي حالتك وعايز يخس، هل هتقدر تنصحه في كورس الاناسيليوم وانه يتابع، وايه اللي لازم يعمله لما طبعا هيبدأ بكورس لازم اناسيليوم؟ يتابع، لان لازم ياخد حق يعني، لازم يتابع عشان هو كمان في كورس، في كورس اللي هو الغذاء ده اهم اصلا من الدواء يعني. الكورس الغذائي اصلا ده اهم، ان هو ياخد الكورس الغذائي، هو ما يعرفش سعراته، ما يعرفش حاجته، ما يعرفش ايه، هو لازم يعرف هو ياخد كميه سعرات قد ايه حراريه عشان يقدر يخس مع الدواء يعني. لازم يتابع مع الرياضه. طبعا هو كريم يعني، طبيعي ان انا ممكن اعمل، طبيعي ان انا ممكن اعمل ريجيم، فاعمل ريجيم اللي هو الطبيعي اللي هو بتاع اي حد، بس انا ما اعرفش، انا ممكن اكون باكل زياده. انا ما هو فاكر ان هو تفاح مثلا، مش عارف الحاجات دي كلها تدريجي.
اشكرك استاذ كريم بجد، يعني لا انا اي قصه كده بتتحكى قدامنا في البرنامج عن تجربه موتيفيشن حد لناس تانية ان هي اكيد تاخد الخطوه ده حقيقي بتبقى دافع، وده دليل على ان كورس انا سيليوم قد ايه قادر يغير في حياه ناس كتير. ف دي حاجه طيب بتبسطنا بجد انا ان عايزه نوصل اسالك، للناس دي كده. عاده الدهون احنا عارفين دهون البطن، في ناس بتقول لك اه خلاص دي شويه دهون كده متراكمه عند البطن ومفيش مشاكل وبيتعايشوا معاها، مش عارفين انها ممكن تكون يعني بتسبب فيما بعد يعني اضرار، واضرار خطيره وممكن حاجات مزمنه وتسبب كتير. امراض تخليهم بقى يعيشوا حياتهم مع المرض ده. انا عايزه اعرف منك ايه اللي بتعمله دهون البطن في طيب جسمنا؟ احنا عندنا حاجه في قياسات الام بودي، حاجه اسمها ويست هيب ريشيو، اللي هو المقاس بتاع البطن والخصر والخصر والارداف. ليها نسبه معينه عند الرجاله وليها نسبه معينه عند الستات. النسبه دي لو زادت عن حدها بتبقى مؤشر ايه؟ خدي بقى اوكي كوليسترول، دهون على الكبد، مؤشر لامراض الضغط والشرايين، او ان ممكن بعد كده توصل لانسداد شرايين. فالدهون مش شكل بس، ده هي بتديني، او حتى مرض السكر. ايوه في حد تلاقيه مثلا من فوق رفيع وعنده بطن كده، هو مش واخد باله هو في ايه، يعني هو حاسس ان هو الدهون بتتكدس عندي تحت. لا حضرتك، ده انت جسمك عمل مقاومه للانسولين، اوكي فده بيخليني بعد كده يعني اخاف ان الحاله دي تكون اصلا عندها سكر. فالدهون مش شكل بس، الدهون دي بتبقى زي دليل بيقول لي ان الجسم ده زي ما قلنا يا اما في مشاكل في الكوليسترول، يا اما عنده مشاكل في دهون على الكبد، يا اما عنده مشاكل في زي ما قلنا في مقاومه الانسولين، يبقى كده داخل في مرحله من مرضى السكري، يا اما بيكون عنده دليل يعني او مؤشر بدايه امراض اللي هي القلب والشرايين والانسداد بتاعها. هناخد تليفون معانا استاذه اسراء. الو الو، ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح ازيك النور، يا اسراء؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ ايه ازيك يا اخبارك؟ دكتور؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بص انا الصراحه متصله النهارده عشان اشكركم جدا. انا كنت متابعه معاكم من شهرين ولسه متابعه معاكم يعني. تمام. دلوقتي انا كنت باخد كورس كده اللي هو انا سيريم اللي هو الباكيتات اللي بتتشرب دي، وكنت كمان باخد معاه كبسولات وكده. الحمد لله يعني خسيت اهو في الشهر الاولاني، خسيت 10 كيلو. انا عايزه اعرف وزنك كان قد ايه وطولك، بصي معلش انا لو ينفع عمرك كمان، معلش عشان ايه بصي يعني اقول لك. عايزين بقى ايه البيانات بالكامل كده عشان اي حد يتشجع زيك. تخصميش الخمس اوكي سنين بتوع ال بصي، هو انا كنت 100 كيلو تمام، وانا طولي 160 وعندي 29.5 تمام. اوكي. في اول شهر خالص انا خسيت الحمد لله 10 كيلو ما شاء الله. تمام، وانا دلوقتي ماشيه في الشهر الثاني وهو خسيت اهو 8 كيلو ولسه الحمد لله مكمله يعني. ده هايل، عايش. يعني دلوقتي 18 كيلو. يعني يعني الحمد دلوقتي لله يعني دلوقتي 100. 82 كيلو. اوكي. ولسه بقى مكمله، فان شاء الله خير يعني. يعني دلوقتي انت بقيتي 82 كيلو. بالظبط كده. هايل هايل ما شاء الله. انت بقى ايه هانت قربنا. التارجت بتاعك بقى كام؟ عايزه توصلي لكام؟ بصي انا بصراحه عايزه اوصل لل60 وبحاول اهو يعني، فان شاء الله باذن الله نوصل يعني مع بعض يعني. انا عايزه اسال اسراء على حاجه. اسراء برضو نفس السؤال اللي كنت بساله لكريم، انت بداتي علشان انت حابه توصلي لجسم حلو، يعني انت كان تفكيرك كله شيب بس، ولا انت كنت خايفه من زي ما اتكلمنا من شويه على مؤشرات السمنه، مؤشر الامراض التانية لا قدر الله؟ لا بصي هقول لك حاجه، انا بصراحه يعني انا سني صغير وكده، وكل بقى كل ما اروح للدكتور كان يقعد يقول لي خسي خسي وكده تمام. وكمان كان عندي انا مشاكل يعني صحيه الصراحه، يعني كان في شويه تكيسات وكان عندي شويه مشاكل، فكل اللي كان يشوفني بصراحه كان يقول لي لازم تخسي لازم تخسي وكلام من ده. تمام. فبصراحه اتشجعت وكده ودخلت بقى على الصفحه وقلت اما اتكلم كده مع اي حد عشان اشوف برضو مشكلتي ايه وبتاع. فبصراحه ردوا عليا على طول وكانوا بيتابعوني على طول، وكان احلى حاجه بقى ان هم يعني كل ما احس ان انا يعني عارفه احبطت كده او الدنيا التانية اللي هو ايه، عارفه بقى لما بتعملي دايت بتبقي نفسيا مش متظبطه وده شويه اكيد، ده والكلام ده. اكيد يا اسراء بجد. بس بصراحه يعني قصتك هتشجع ناس كتير ان شاء الله انهم يتواصلوا مع يعني اون تارجت فارما، ويتواصلوا مع اكيد الاناسيليا، ويشوفوا ازاي يتاخد الكورس ده، طبعا اكيد مع المتابعه اللي بتكون مع الفريق الطبي. طبعا اكيد في صفحات هنقدر نرجع دلوقتي نعرضها تاني ليكم عشان تتواصلوا مع اهي الصفحات، صفحه على الفيسبوك بتاعت اون تارجت فارما، وعندنا كمان زي ما انتم عارفين على
الانستجرام تقدروا تتواصلوا معاهم مع الفريق الطبي وارقام التليفونات الموجوده. الفريق الطبي بيكون جاهز حتى يتابعكم. وهذه كمان صفحه الاناسيليوم. طبعا لقائنا مع دكتور ساره بصراحه زاد لقاء شيق وفي معلومات كثيره جدا. كل ما ان شاء الله تكوني معانا هنستفيد اكثر من المعلومات اللي عندك، وهي من الفريق الطبي اللي هيكون متابع معاكم ان شاء الله لو كنتوا خلاص مع الكورس ده والتزمتوا بيه، وان شاء الله تقدروا تحققوا كل النتائج في الوزن ونقصان الوزن زي الحالات اللي كانت معانا دلوقتي في التليفون. اشكرك دكتور ساره، كنت منورانا النهارده. والله بجد ميرسي لمعلوماتك، وان شاء الله باذن الله هشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج على النار هاديه، سواء في الطبخ اللي بنعمله مع بعض وسواء في المعلومات القيمه اللي بتفيد صحتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، والى اللقاء.